معي ايضا كابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي. كابتن عصام مساء الخير، يعني كيف ترى هذه الكوارث اللي بتطرى علينا يا جماعه؟ يعني كرهنا الكوره وكرهنا المباريات اللي بتسقط ضحايا والمواجهات المستمره، ايه الحل يا استاذ عصام؟ الحل حضرتك ان ربنا سبحانه وتعالى يفي على المسؤولين بقرارات سليمه وعلى الضغط ان تتحرك باتجاه محترفين يديروا اللعبه دي، ويبقى فيه نظام وقانون زي ما الكابتن شوبير قال احترمه الجميع. وثانيا وثالثا هذا الكم من الفساد، تخيل حضرتك حكم ياخد علقه موت بالبلد كده في مباراه وما يكتبش التقرير، ولما التقرير يوصل ويسال الناس ازاي 2003 دخل في ماتش الزمالك والاهلي، ياتي الرد ان دول منظمين المباراه. منظمين المباراه 2003 بني ادم وتعدي الازمه، وكنت بقول ده النهارده على الهواء قبل ما توصل اول انباء عن الصدام. ثانيا وهو الاخطر والاهم، فين التذاكر اتباعت؟ تخيل حضرتك حتى بدء المباراه بربع ساعه كان 4000 تذكره ربما فقط اللي بيقولوا اتفرقوا او اتباعوا. ده كلام لا يمكن يكون صحيح. تسالي اي حد يقول لك وايه المشكله؟ ما هو اول يوم والجماهير عايزه ترجع. الجمهور والولاد تحديدا بينهم متسقين وهم مش عايزين يعرفوا. لما حضرتك تشوفي حجم الحتت اللي احنا بنقول عليها المفروض تحت المنظار المهندسين وكل احياء مصر وفيها قانون مرور، انا تكلميني حضرتك اقول لك يجب ان احنا ما نركنش صف ثاني وبتاع، اول ما اسيب الميكروفون تلاقيني كنت ساب عربيتي ولا التاكسي بتاعي صف رابع كمان عشان اصور مع برنامج حضرتك. لابد من قانون واضح يطبق بصوره محترفه جدا 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 يا استاذه، انما اللي بيديروا دول ناس بتتحرك كلهم مشغولين بانتخابات مجلس الشعب وبيديروا كره القدم متطوعين، رغم ان العالم كله حوالينا عنده حاجه اسمها رابطه الانديه المحترفه بتبيع وتشتري كره القدم كمنتج، وبالتالي بتفرض على جهات الامن مناظير معينه لضوابط قانونيه زي ما الكابتن شوبير قال، بتقول زي قانون العقوبات والجنايات لكنها بشأن الملاعب. فكرة اللعب المشتعلة دي مقصودة يا أستاذة، والله مقصودة أن تلقى في حضن الأمن. والجديد بقى مشاركة القوات المسلحة، قلنا أن ملاعب القوات المسلحة لها هيبة وذكرى طيبة في النفوس، فلتلعب كرة القدم بداخلها. كمان عايزين هذه الحرمة اللي باقية لنا تنتهك، يبقى ده يعني ابعد ما يكون عن الخيال. هيقضوا ليلتهم عادي خالص، وكل واحد هيطلع بتصريحات وكل واحد هيطلع بكلام غير الثاني، وهيناقشوا وهنشوف، وهيضطروا الداخليه لبيانات وكانها هي اللي على خط النار بصفه دائمه، وكانها بنوط فيها كل يوم تدفع ثمن جديد. مش بقى لدفاعها عن الوطن والكلام ده معمول فيه وخلصنا، لكن تدفع يعني اذا كنتوا كلكم في الوسط الرياضي بتطالبوا بقانون لشغب الملاعب، انا مش قادر افهم لماذا لا يصدر هذا القانون؟ يعني اتفضل يا استاذ اتفضل. لا يعني لماذا لا يصدر هذا القانون؟ احنا خايفين نعاقب الاهلي والزمالك مثلا والاسماعيلي، ولا خايفين من ايه بالظبط؟ انا بقول لحضرتك اهو، لان انت في الاخر عايزه ايه؟ اطبطب وادلع وناس ثانيه تمسك لك البلد تكسرها ويقول لك التدخل الحكومي، ويقول لو انت جيت تفرض قانون لا يا استاذ هكلم ابويا الحاج قطر وهكلم فيفا وهكلم مش عارف مين. ده كلام هزلي. ولما زنقنا في ازمه تمرير بعض الناس اللي ما بيسيبوش الكراسي مع اللجنه الاولمبيه الدوليه، اللجنه الاولمبيه الدوليه بزيارتها لمصر اكدت ان للدوله حقوق فقط، لا تتدخل الدوله في الفنيات، يعني ما تقولش ضرب الجزاء ولا لا، ما تقولش مين يدرب، لكن كمان ما تقولش قوانين منظمه، وما تقولش ان هناك فساد في اداره كره القدم المصريه، يبقى ده يعني عليه العوض ومنه العوض الحقيقه يعني. اشكرك كابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي.